بالنسبة للكونفوليوشن بقى انتجرال ممكن احنا نعمل له جرافيكال كومبيتيشن. بكل بساطة انا ممكن ابص على الاكس، لو عندي اكس اوف تاو شكلها كده واتش اوف تي ناقص تاو شكلها بالمنظر ده كده، لو عندي الاتش اوف تي عبارة عن يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص واحد اللي هي عبارة عن امبلس. اوكي الامبلس ده بيبقى عادة بيبقى لو انا خدته بالشكل الديفينيشن ده يبقى حاجة شكلها كده، يعني بلس هنا كده. لو خدت اتش اوف تي ناقص تاو يعني معنى كده عملت لها ايه؟ طبعا رسم الكلام ده از فانكشن اوف تاو، نخلي بالنا يعني معنى كده احنا عملنا هنا دلوقتي فليبنج، يعني عملنا هنا ريفليكشن ما صح، وبعد كده عملنا ايه؟ عملنا شيفت، شيفت بتي. اوكي فنلاقي ان احنا هنا طبعا زي ما كنا بنتكلم قبل كده لما يكون هنا في بوزيتيف تي بنبقى ايه؟ شيفتد في الناحيه الشمال، فمعنى كده بنتكلم على ان احنا الشكل بتاعنا عباره عن حاجه بالشكل ده كده، ده عباره عن اتش اوف تي ناقص تاو. عشان احسب الانتجريشن بتاعي ات اني جيفن تايم تي، يعني فور اني جيفن تي، باخد انا الفانكشن دي ال h of t ناقص تاو اضربها في x of tau واشوف المالتيبليكيشن بينهم، ده اللي هي السيجنال اللي طالعه من المالتيبليكيشن بينهم دي الانتجريشن بتاعها بيساوي كام. لو انا ضربتها بالشكل ده كده و t كانت هنا نيجاتيف فاليو، لا اي فاليو اقل من الصفر، هلاقي المالتيبليكيشن بتاعها دي تايمز دي بيساوي صفر. اوكي فمعنى كده السيجنال اوتبوت بتاعتنا y of t هنلاقيها بصفر لغايه لما t تساوي صفر. اول لما تي تبقى اكبر من الصفر او اكبر من او تساوي الصفر يبتدي بقى ان يبقى في عندنا البلس دي هيبقى لها كومبوننت هنا. فلما اجي اعمل مالتيبليكيشن للفانكشن دي مع الفانكشن دي وتي بوزيتيف هنا يعني موجوده هنا مثلا، هلاقي ان في عندي كومبوننت هنا اوكي ما هياش زيرو، هيطلع في بلس صغيره كده قيمتها من زيرو لغايه تي. اوكي والبلس دي ما هياش لو انا عملت لها انتجريشن هيطلع لها فاليو، والفاليو دي بتعتمد اكشن لو انا بصيت على الشكل بتاعي هنا ده هيبقى في عندي هنا تي، يعني هنا تبقى تي والباقي بعد كده اصفار والامبليتيود بتاعي هنا واحد، فالانتجريشن بتاع المستطيل دوت هيطلع بيساوي تي، فلاقي عندي جزء الاولاني ده بيطلع برامب كده لغايه لما يوصل يبقى ايه؟ يوصل يبقى واحد. وانس ان انا وصلت بقيت واحد يعني وصلت عديت المنطقه اللي هي فيها ان كل البالس دي تبقى موجوده هنا وذين الجزء اللي هو بتاع اليو اوف تي اللي هو بيساوي واحد ده، معنى كده ان خلاص كل مره هضرب البالس دي في الكومبوننت بتاعت اللي هي اليو اوف تي ديت اوكي هلاقي ان نفس الانتجريشن هيطلع لي اللي هو كونستنت بيساوي واحد. اوكي فمعنى كده ان الانتجريشن بتاعنا او الكونفولوشن انتجرال بتاعنا هيطلع شكله حاجه بالمنظر ده كده. ده لو احنا احتاجنا ان احنا نحسب الايه؟ نحسب الكونفوجن انتجرال بطريقه ايه؟ بطريقه جرافيكال. ناخد كمان مثال. لو انا بقى اخدت مثال في التو سيجنالز بتوعنا الاثنين الحقيقه ليهم فاينايت سبورت. نفس الكلام بالظبط، الاتش اوف تي ناقص تاو هي نفس الحاجه نفس الشكل هو هو. لو فرضا فرضت ان اكس اوف تاو عباره عن بلس بالشكل ده كده. ايه اللي هيحصل؟ البلس بتاعتنا دي هتبتدي تتحرك زي ما احنا شفنا، يعني قبل الزيرو طبعا هتفضل زيرو زي ما احنا قلنا، بعد الزيرو تبتدي تبقى لها كومبوننت هنا، تبتدي الكومبوننت دي تكبر وتبتدي تكبر لغايه لما تبقى ماكسيمم، لما البلس دي تبقى اوفرلابد البلس دي، لما التي بتساوي واحد بالظبط ده يبقى البيك بتاعتي، يعني هيبقى ساعتها الاريا بتاعتي اللي هي مالتيبليكيشن بتاعتي هيبقى لها اريا عباره عن الاريا دي او الاريا دي نفسها ما صح. اوكي الانتجريشن بتاع الاريا دي بيساوي واحد. لو التي كبرت بقت هنا مثلا هيحصل ايه؟ هيبقى البلس دي موجوده هنا كده بس هتنتهي قبل الايه؟ قبل نهايه البلس دي. فمعنى كده لما هابلاي المالتيبليكيشن هلاقي ان في عندي الجزء اللي هو فيه اوفرلاب بينهم هيبتدي يتناقص، فيبتدي السيجنال بتاعتنا تبتدي تزيد في المرحله الاولانيه لغايه لما تي توصل لواحد، وبعد كده تبتدي تقل ان الاوفرلاب بتوين التو بلسز دول يبتدي يتلاشى. As a general rule كده ناخدها في اعتبارنا ان احنا لو عندنا بنعمل convolution between x و h والاثنين ليهم finite support، السبورت بتاع الاوتبوت بتاعي اللي هو y of t ده هيساوي مجموع السبورتس بتاعت التو سيجنالز x of t و h of t. يعني زي ما احنا شايفين كده السبورت بتاع دي بيساوي واحد، لو احنا طرحنا يعني شفنا دي مسافتها قد ايه تلاقيها بتساوي واحد، هنا بتساوي كام؟ هنلاقيها بتساوي واحد برضه، هنلاقي السبورت بتاع y of t هيساوي 2. فدي ناخدها كجنرال رول كده عشان لما احنا نكون بنحسب convolution integral between two finite support signals نقدر على طول نستيميت السبورت بتاعنا يبقى بيساوي كام. طبعا السيجنال بتاعتنا بتبقى نون زيرو within السبورت ده وتبقى زيرو قبل كده وبعد كده.